وقالت لي واحد المشكله الخواتات ديالي الاختين المعاقتين رجاء وكلثوم، والمعنيه بالامر هي كلثوم. هاد السيده وقع لها مشكل ديال الاغتصاب وممارسه الجنس عليها بالعنف في حي الناسيم في المحمديه، بعد ما خبروني بان اختك راها مريضه. جيت انا مكتاري واحد المحل في الحي المحمدي، جبتهم لعندي الحي المحمدي على اساس يفوجوا شويه، ونفس الوقت ندي اختي لعند الطبيب. اختي كانت مريضه، الوقت اللي ديت اختي عند الطبيب اكتشفها الطبيب يعني فحصها وتبين بان اختي عندها ميكروب في الامعاء ديالها. خرج لي التحليلات وخرج لي وصفه ديال الدواء، مشيت للفرماسيه شريت ليها الدواء، من بعد مشيت درت ليها التحليلات. لا غد ليهم اللي خرجوا التحليلات ديتهم للطبيب يقراهم، قال لي اختك عندها ميكروب وراها مصات شي حاجه. قلت ليه شنو مصات؟ قال لي وا سير سولها هي راه غادا تقول لك شنو مصات. يعني بقيت انا كنت سائل اختي شنو مصات شنو كلات. جبتها للدار حاولت يعني نسولها ونستنطقها، قلت لها اختي شنو وقع لك؟ ما كليتي شي ديسير ولا شليتي شي حاجه مسمومه؟ قالت لي اخويا نقول لك الحقيقه ولكن ما تغوتش عليا. قلت لها لا اختي بالعكس ما نغوتش عليك. قلت لها انا ديتك عند الطبيب ونغوت عليك. قلت لها لا يقولي لي ما تخافيش. قالت لي اخويا راه حنا قنطنا في الدار، السيده اللي كانت باركه معنا هنا في المحمديه راها خلاتنا نخرجوا لتحت يضربنا البرد. من بعد جا واحد الولد قال لنا اجيو حيدو من الشمس، يعني استدرجهم راح نديكم لواحد البلاصه فيها الظل. دام امام الباب ديال واحد العماره وخلى الاخت ديالي رجاء داركه في الباب ديال العماره، والاخت ديالي الاخرى قبل عنقها وقال لها انت زوينه شنو سميتك؟ قالت لي انا سميتي كلثوم. قالت لي اختي بان انا ملي عنقني وبدا كيلمس فيا حسيت بواحد الشعور غريب. قلت لها شنو حسيتي؟ قالت لي حسيت به يعني تقرب مني بزاف، وقال لي يلا ندخلوا لباب العماره بغيت نهضر معاك بيني وبينك. قلت له ودخلك؟ قالت لي اه دخلني الباب ديال العماره. الوقت اللي دخلها من مورا الباب ديال العماره وصل اخت ديالها اللي هي رجاء، قال لها غادا تردي البال اللي يجي شي واحد. المهم ملي دخلها مباشره حيد ليها سروالها واغتصبها ومارس عليها الجنس كيما بغى وفعل الفعله ديالو المشيئه المشينه. المهم سيدي هادشي ملي سولت اختي قلت لها شحال من مره؟ قالت لي اكثر من ثلاثه المرات. قلت لها اكثر من ثلاثه المرات هادشي وقع لي؟ قالت لي اه اكثر من ثلاثه المرات هادشي وقع لي. قالت لي ولينا كنهبطوا كنطلبوا السيده اللي باركه معنا كنقول لها راه قنطنا عطاك خلينا نهبطوا. قالت لي كيهبطوا. وقلت لها اش من يوم كيوقع لك هادشي؟ قالت لي ايام الجمعه والسبت والاحد. المهم ملي خرجوا هذوك التحليلات تبين بان بالفعل عندها ميكروب في المصارن ديالها، تفكرت الهضره اللي قال لي الطبيب بانها مصات شي حاجه لانه مارس عليها الجنس حتى عن طريق الفم ديالها، لان هذا السيد هذا راه وحش في صفه انسان. ودابا الله يجازيكم بخير انا كنطالب من كل السلطات والناس المسؤولين والناس المعنيين والجمعيات والناس المحسنين الله يجازيكم بخير، انا روح الانسان ما فحاليش، وكنطلب منكم تعاونوني على خواتاتي هادشي اللي كاين سيدي والله يجازيكم بخير.